وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ اشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهوريه. استاذ اشرف، بعد التحيه، بعد متابعتكم للبيان الختامي لقمه دول جوار السودان، السؤال الذي يطرح نفسه الان، توقعاتك لاستجابات الطرفين، طرفي الازمه في السودان، لمخرجات هذه القمه وايضا امكانيه تطبيقها على ارض الواقع. اعتقد ان مدى استجابه الطرفين المتصارعين في السودان ستعتمد بشكل كبير على مدى الادراك لخطوره الازمه الراهنه التي تمر بها السودان، وايضا اعتقد ان هي سترتبط ايضا بالتحركات التي قضيتها مصر خلال الساعات الاخيره فيما يتعلق بالتعاون مع دول الجوار لحث والضغط على طرفي الصراع للقبول بهذه المتطلبات. كل المظاهر وكل التحولات التي تشهدها الساحه السودانيه خلال الاشهر الاخيره تؤكد بما لا يدع مجال ان الطرف المصري هو كان ولا زال وسيظل هو الطرف الاكثر نزاهه والاكثر عقلانيه والاكثر حرصا على المصالح السودانيه. والتحركات الاخيره التي قادتها الدوله المصريه اعتقد ان هي لابد وان تقابل من جانب طرفي الصراع بقدر كبير من التفاهم والتعاطي والتعامل مع المتطلبات. هذه المساله اعتقد ان هي لم يعد مناص للطرفين المتصارعين عن البعد عنها. الاوضاع الحاليه في السودان توشك على الدخول بشكل كامل وكبير نحو حافه الحرب الاهليه غير مضمون العواقب. الدوله السودانيه الان تعاني التحلل وربما القسام خلال الفتره المقبله او خلال السنوات المقبله. ازمه النازحين السودانيين تذهب الى ابعد مدى واقصى مدى انساني وعلى جميع الاطراف الاقليميه والدوليه كما ايضا على الاطراف المتصارعه في الداخل وضع هذه المساله في الاعتبار والتعامل معها بشكل سريع وبشكل قوي. إذن نحن أمام كل المؤشرات وكل التطورات الأخيرة تجبر بشكل أو بآخر طرفي الصراع على التعاطي مع البيان الختامي لقمة دول الجوار والتعامل معه بشكل أكثر سرعة وأكثر إيجابية. هذه مسألة أعتقد لم يعد مفر في التعامل معها خلال الفترة المقبلة. هذا فيما يتعلق بأطراف الأزمة. طب المراقبين للمشهد والمنتظرين لمخرجات هذه القمة، هل هذه المخرجات في رأيك مرضية لكل المراقبين، لكل وجهات النظر المشاركة في أو المرتقبة للخروج بحل لأزمة سودانية؟ أهم العناوين التي ربما تخرج عن هذه القمة هي أن كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي بدأت تدي ظهرها لهذه الأزمة خلال الفترة الأخيرة نحو الاهتمام بقضايا ربما أخرى أكثر أهمية من وجهة نظرها، هو أن هذه القمة أعادت مرة أخرى الأطراف الإقليمية والدولية إلى ضرورة النظر إلى الأزمة السودانية باعتبارها أزمة حاكمة في هذه المنطقة المهمة بالشرق الأوسط والقارة الأفريقية. هذه الأزمة ربما تصدر الكثير من المشكلات المتعلقة بالأمن القومي المتعلقة بالدول الجوار السبعة بالإضافة إلى العديد من الدول المتاخمة لدول الجوار، ولكن أيضا على الدول الإقليمية والدولية الكبرى أن تضع في الاعتبار أن تصدير هذه الأزمة للعديد من المشكلات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية ستطال الجميع، وعلى هذه الدول وعلى هذه القوى أن تتصرف بكثير من المسؤولية فيما يتعلق بالمشاغل والشواغل التي أكدت عليها قمة دول الجوار. هذه الشواغل متعلقة بشكل أو بآخر بضرورة تقديم الدعم الكبير المادي لدول الجوار لأنها تعاني بشكل كبير من أزمات اقتصادية طاحنة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى خلفية كوفيد 19 وعلى المتغيرات الدولية الكبيرة التي ألحقت أضرار كبير باقتصادات الدول الجوار. هي أيضا تعاني بشكل أو بآخر من آثار وتبعات الهجرة غير الشرعية في وقت هي منهكة فيه للغاية وتعاني من مشكلات عدة. هذه المسألة لابد أن تنظر إليها القوى الإقليمية والقوى الدولية الكبرى بكثير من الاحتضار، لأن النار إذا امتكت بهذه المنطقة المصنة بجراح عدة، ليبيا إلى دول الجوار إلى سوريا إلى
اليمن الى عمان الى السودان، هذه الحرائق المشتعله ربما تصيب نارها بشكل كبير على تتسع نطاقها لتشمل العديد من الدول الاوروبيه والاسيويه وايضا ربما دول ترى نفسها بعيده عن الازمه ولكنها في القلب منها. على دول العالم الاجتماعي وعلى المؤسسات الدوليه المعنيه وفي مقدمتها الامم المتحده ان تضع هذه الازمه مره اخرى في دوره الاعتبار. الصراع الصيني الامريكي او الصراع الروسي الاوكراني، كل هذه مسائل مهمه ولكن لا يجب حال من الاحوال ان تغطي على العديد من الازمات المتفجره، لان تداعيات هذه الازمات تنقل نظامها بشكل او باخر الان او بعد قليل على الدول الكبرى وعلى القاره الاوروبيه وعلى الدول الاسيويه وغيرها من دول ربما ترى نفسها غير مهتمه الان، ولكن اثار هذه النيران المشتعله ستصل لها بشكل او باخر ان عاجلا او اجل. وايضا ربما يعني اتت هذه القمه لتؤكد ان مصر لا تعمل بمنعزل عن المجتمع الدولي والإقليمي في التعامل مع أزمات المنطقة، لا سيما إذا كانت السودان دولة جوار لها طابع خاص في العلاقات مع الدولة المصرية، إلا أن مصر تتعامل في إطار مجتمعي، في إطار مؤسسي، في إطار إقليمي. وأيضا أكدت هذه القمة على مبدأ مهم للغاية، وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وربما ذلك يأتي من التجارب السابقة التي حدث فيها تدخل أجنبي في الأزمات الداخلية للدول، وأيضا ساعد هذا في اشتعال الموقف. صحيح، أعتقد أن هنالك ثلاثة ثوابت فيما يتعلق بتعامل الدولة المصرية مع الأزمات سواء في المنطقة أو حتى على مستوى العالم. هذه الثوابت الثلاث بدت واضحة للعيان خلال كل الأزمات التي مرت بها الدول الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، سواء في اليمن، سواء في ليبيا، سواء في السودان أو في غيرها. هذه الثوابت الثلاث تؤكد أولا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. الثابت الثاني لابد من الحفاظ على وحدة الأراضي لهذه الدولة أو تلك. الثابت الثالث والأخير من وجهة نظر الدولة المصرية هو ضرورة أن يكون حل هذه الأزمة نابعا من الداخل وليس مبنيا عليها من الخارج. أيا كانت التدخلات الخارجية تصب بشكل سلبي في إشعال هذه الأزمة. إذن عندما ننظر إلى مواقف الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وفي التعامل مع الأزمات المختلفة سنرى أكثر الأطراف نزاهة في التعامل مع هذه الأزمات، أكثرها مصداقية في محاولة البحث عن حل. عندما نركز بشكل أكثر تفصيلا على الأزمة السودانية نجد كما ذكر التقرير الشافي الذي تم إزعاجه من منذ قليل كل التحركات المصرية على المستوى الخارجية وعلى مستوى الرئاسة المصرية وعلى مستوى الزيارات السودانية قادة أطراف الأزمة إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة سنجدها تمام تصب في صالح الدولة المصرية كطرف هذه تحاول أن تتعاطى مع هذه الأزمة بشكل أكثر إيجابية، خاصة بعد عدم نجاح المحاولات الأخيرة سواء فيما يتعلق بالمنظمة الأمريكية أو حتى فيما يتعلق بمنظمة الإيجاد، خاصة بعد انسحاب الوفد الممثل. ومن هنا كانت الأمال منعقدة على هذه القمة. الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.